طبعا هو مناسبة ثقافية وأدبية مهمة جدا جدا، معرض الكتاب، فخلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال زميلنا علي عامر مراسل MBC مصر، موجود معنا من مقر المعرض. طبعا علي برحب بيك، ونحب نعرف منك طبعا الأجواء عندك شكلها إزاي، معدلات الإقبال لربما، وأهم الفعاليات اللي بيشهدها المعرض هذا اليوم. برحب بك يا هشام، وبرحب بكل السادة المشاهدين. طبعا ده لقاء بيتجدد، ولقاء طبعا بينتظره كل محبي الكتاب وكل محبي الثقافة، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، واللي بينطلق تحت عنوان نصنع المعرفة نصون الكلمة. ده طبعا كان هو الشعار، وده اللي احنا شفناه فعلا خلال وجودنا النهاردة والأيام السابقة، تنوع كبير جدا داخل الصالات المختلفة لعرض الكتب. نقدر نقول 5 صالات بتعرض ملايين العناوين، منها عناوين تصدر لأول مرة هنا من القاهرة، من معرض القاهرة الدولي للكتاب. هنتكلم عن معدلات الإقبال، ولكن بشكل رسمي كان كما أكد دكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن تجاوزت معدلات الإقبال أكثر من 500,000، نقدر نقول أو أكثر من 600,000 زائر، وده في خلال 2 فقط. إحنا النهاردة في اليوم الثالث، معدلات الإقبال كبيرة جدا، على الرغم كمان من برودة الجو وحالة الطقس اللي غير مناسبة ممكن نكون لبعض المواطنين إن هم يخرجوا ويقبلوا على شراء الكتب، ولكن فوجئنا بعدد كبير من المواطنين محبي القراءة ومحبي الكتب موجودين، ومش موجودين بس لوحدهم، موجودين مع أطفالهم، وفي كمان منهم جاي ومعاه نقدر نقول شنط سفر كبيرة عشان يقدر يعني يجيب أو يشتري أكبر قدر ممكن من الكتب، اللي طبعا في الحدث المهم اللي بينتظره المحبي القراءة من العام للعام. هنتكلم عن بشكل عام البرنامج الثقافي اللي معرض القاهرة الدولي للكتاب بيتنوع ما بين ندوات ونقاشات وحوارات، وكمان أمسيات شعرية وعروض فنية سواء داخل القاعات أو خارج القاعات. ونقدر نقول إن في 7 قاعات رسمية بتستضيف هذه الفعاليات، ولكن خارج الصالات الرئيسية بيبقى موجود مساحات بيتم عرض فيها عدد من العروض الفنية لرواد المعرض، وده مش في أول مرة، دي موجودة على مدار الدورات الماضية وكمان موجودة خلال هذه الدورة. هنتكلم كمان عن برنامج الثقافي لضيف الشرف مملكة النرويج، وتعد من أهم ملامح هذه الدورة. نقدر نقول جبنا مملكة النرويج اللي هي ذات طيب لحين ما يرجع لنا علي مرة تانية. عموما أنا بشكره شكرا جزيلا، زميلنا علي عامر مراسل MBC مصر كان معانا.